قضيت عليهم لحمة. قال رخصوها. قالوا كيف نرخصها وعندهم يعني أولادنا وذا؟ قال رخصوها أنتم، يعني بيده إنه يرخصها يعني مثلا. كيف يرخصها؟ امتنع عنها فترة. سهلة جدا، لحمة غليت لا تشتريها، امتنع عليها وخلاص ارتحت. عاطش ما فيش ما لا تشرب، شوفوا ما سهل الأمور. أيضا مريض وما فيش معك فلوس لا تروحش على المستشفى، خلي الدكتور هناك يجلس في المستشفى ما حدش يشوفه هكذا وموت عادي. لكن اقهر الطبيب، اقهر الجزار، اقهر أي واحد لا يذلك أبدا، خليك هكذا جاوع ما فيش أكل لا تأكل، شوف ما أسهل الأمور وعادي جدا. طيب نمتنع عنها وبعدين؟ سهل جدا، بتعود وخلاص. إذا تعود لا تأكل ولا تشرب ولا أي شيء، لا لحمة ولا مرق ولا عظم ولا شيء، خلاص بتتعود، وبهذا أوجدت حل لمشكلتك.